أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يكون معنى قوله تعالى هذا نذير من النذر الأولى أي أن ما حصل للأمم السابقة نذير لكم يا من تكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ما في شك، هذه فائدة الآيات، أنه إذا لم تؤمنوا بهذا الرسول فانتظروا ما يحل بكم كما حل بالأمم السابقة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول وقد السائل: يكون هذا تكون العقوبة بحدث كوني، وقد تكون العقوبة بالجهاد، جهاد الكفار وإزاحتهم عن بلادهم واستيلاء المسلمين عليهم وضرب الجزية عليهم، هذا من العذاب عليهم بلا شك. نعم.